السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. راح نكمل اليوم إن شاء الله الجزء الثاني في مادة العقاقير. راح نحكي اليوم عن البيوريفايد هاني، اللي هو عبارة عن العسل الطبيعي، العسل اللي مش مغشوش، يعني اللي هو بيكون العسل النقي. هاني is saccharine substance deposited by the hive bee. نحن نستخلص العسل من خلية النحل. الساينتفك نيم إله هي عبارة عن أبس ميليفرا أبيديا. أبس ميليفرا أبيديا. بالنسبة للكونستيتيوانت اللي بتحتويها البيوريفايد هاني، العسل الطبيعي، consists mainly of invert sugar، عبارة عن سكر مقلوب، فيه water، small quantity of saccharose، فيه dextrin، فيه formic acid، volatile oil, wax and bullion grains. الارتفيشال invert sugar عبارة عن العسل المغشوش أو العسل المصنع، contain furfural which give the red color with resorcinol in hydrochloric acid. يعني لما نعمل هيدروليسيز او نضيف على العسل الهيدروكلوريك اسيد راح يعطينا اللون الاحمر، فبنعرف انه العسل مغشوش. uses as component of linctuses and cough mixture، نستخدمه في التحضيرات الشرابيه اللي بنستخدمها للثروت، للجهاز التنفسي. هاي زي ما بنشوف عندنا صوره للعسل. هلا راح ننتقل الى الفيجز. الفيجز اللي هو عبارة عن تين مجفف او بسموه بالعامية القطين. The sun dried succulent fruit of Vix carica moriaceae. الساينتفك نيم الها Ficus carica moriaceae. الكونستيتيوانت الها بالنسبة للفيجز contain about 50% of sugar، بالاساس بيكون جلوكوز، فيه الفيتامينات A و C وبعض الكميات القليلة من فيتامين B و D، في بعض الانزيمات مثل البروتياز واللايبيز والديستيز. استخداماته كلاكزيتيف، مسهل في حالات الامساك المزمن. هلا راح ننتقل الى فرع اساسي ضمن ماده الفارماكوجنسي اللي هو جلايكوسايد. جلايكوسايد هي عباره عن الكومبوننت اللي لما نعملها هيدروليسيز راح يعطينا نوعين، نوع شوجر او جزء شوجر بيكون، وجزء نون شوجر بنسميه اي جلايكون او جينين. جلايكوسايد may be used، ممكن نستخدم احنا الجلايكوسايد للكاردياك ستيمولانت، محفز لعضله القلب، مثل ديجوكسين او ديجيتوكسين والاسترافونثين. الاسترافونثين والديجوكسين هذول محفزات لعضله القلب. ممكن نستخدمه كلاكزيتيف زي ما شفنا عندنا بالمواد المسهله، مثل عندنا السينوسايد، كاسكاروسايد والبارابيليون. الكاسكاروسايد هو نسميه القشره المقدسه، والبارابيليون موجود عندنا في الصبار. ممكن لوكال اريتانت مثل عندنا السينجرين الموجود عندنا في الخردل. ممكن انالجيسيك مثل السليسين اللي موجود من نبات الصفصاف ومستخلص منه الاسبرين او منحضر منه الاسبرين. ممكن اجنست كابيلاري فراجليتي مثل عندنا الهسبريدين، هذا بيستخدمه دول الدوالي مشان انه يعمل على ما يصير في عندنا تجلطات ضمن الاوعيه الدمويه. السينجرين اذا صار له هيدروليسيز، السينجرين زي ما حكينا هو موجود في الخردل، اذا عملنا له هيدروليسيز راح يعطينا الي ايزو ثيوسيانات، وراح يعطينا عباره عن فوليتايل اويل، بيكون هو فوليتايل اويل. في عندنا انواع من الجلايكوسيديك لينكيج اللي هي الرابطه الجلايكوسيديكيه. في عندنا او جلايكوسايد بيكون عندنا مربوط الشوجر مع الجزء نون شوجر بالرابطه مع الاكسجين بنسميه او جلايكوسايد. وفي عندنا اس جلايكوسايد وعندنا ان جلايكوسايد وكربون جلايكوسايد حسب المكان اللي هي بتربط فيه. هاي في عندنا مثال الرينين بيكون مربوط عندنا جزء الشوجر، هذا الشوجر عفوا، مع جزء نون شوجر بيكون مربوط عندنا بالاو فبنسميه او جلايكوسايد. في عندنا مثال اخر اللي هو السينجرين اللي شفناه قبل شوي، هاي عندنا عباره عن الشوجر مربوط بالجزء اللي نون شوجر بنسميه اي جلايكون، بالمركب اس بالكبريت بنسميها اس جلايكوسايد. نفس الشيء عندنا هون ان جلايكوسايد وعندنا سي جلايكوسايد. بعض المركبات بنلاحظ انه بيكون ارتباطهم هون مع الان هون مع السي. Sugar in glycoside. الشوجر اللي موجود عندنا بالجلايكوسايد، one molecule of monosaccharide glucose in salicine or ramose in iobane. ممكن يكون عندنا مركب واحد زي الجلوكوز اللي موجود بالسليسين والرامنوز اللي موجود عندنا بالايوبين. اذا كان عندنا two molecule of monosaccharide بنسميهن disaccharide مثل جينتيبايوز، trisaccharide مثل سيلاتريوز، التتراساكرايد مثل الديجيتاليس جلايكوسايد، البنتاساكرايد مثل السابونين. هلا راح نشوف الستابيليتي اند هيدروليتيك ليفج، طريقة تحطيم الروابط لجلايكوسيديك بوند. في عندنا أكثر من طريقة للهيدروليسيز. أول طريقة اللي هي الأسيد هيدروليسيز اللي يتم فيها
تكسير الجلايكوسايد ضمن اسيد ميديوم resulting in cleavage of glycosidic linkage. مثال عندنا الاثنين دايوكسي شوغر، اكزامبل عندنا الكارديك جلايكوسايد زي ما شفنا قبل شوي are easily cleaved by weak acid، لما نضيف عليها weak acid تنكسر الرابطة. الالكالي هيدروليسيز the lactone ring of cardioactive steroidal glycoside is opened with loss of cardiotenic activity by strong alkali، لما نضيف عليها جزء قاعدي على هاي الكومباوند راح يتم تكسير الجلايكوسيديك لينكيج. في عندنا طريقة الانزيم، اذا ضفنا انزيم على الكومباوند بصير عندنا هيدروليسيز للجلايكوسيديك بوند. Injury to tissue, the germination process, many enzyme hydrolyze only a single glycoside. في عندنا بعض الانزيمات نسميهم specific enzyme بتكسر نوع واحد فقط من glycosidic bond. في عندنا الإيمالسين، هون في غلط ما فيش O مش إيمالسين. إيمولسين and ميروسين are exception. في عندنا هذول الانزيمين بكسروا أنواع عديدة من الجلايكوسايد. إيمولسين مش إيمالسين والميروسين هذول يعتبروا exception عن القاعدة بكسروا أكثر من نوع من الجلايكوسيديك بوند. مثال عليها عندنا الأميجدالين جلايكوسايد. الأميجدالين هاي مركب موجود عندنا ضمن اللوز بيعطي الطعم المر، هو المسؤول عن الطعم المر ضمن اللوز. في عندنا السينيجرين جلايكوسايد لما نعمل له هيدروليسيز رح يعطينا ألو أيزوثيوسيانات جلوكوز and KHSO4. الميروسين هيدروليسيز all sulfur containing glycoside زي ما حكينا الميروسين راح يكسر اكثر من نوع، الانواع اللي فيها السلفر بتحتوي على جلايكوسايد راح يكسرها انزيم الميروسين. occurrence and distribution of glycoside، وين ممكن تتوزع عندنا مركبات الجلايكوسيديه ضمن النبات. اشهر عائلتين موجود فيه المركبات الجلايكوسايد اللي هن الابوساينيسا والرامنيسا. ممكن يوجد عندنا في الروت في الجذر مثال عليها جينتوبيكرين ان جينتاينا. ممكن يكون موجود عندنا في البارك مثل الاسولين ان هورس تشيستنات. ممكن يكون ضمن الاوراق ان ليفز مثل السينوسايد ان سينا. ممكن يكون موجود عندنا في الازهار ان فلاورز انثوسيانينز. ممكن يكون موجود عندنا ضمن الثمار زي الفلافانون in citrus species. ممكن يكون موجود ضمن السيدز مثل السينجرين in black mustard اللي موجود عندنا في الخردل الأسود. هاي زي ما نشوف extraction and isolation of glycoside، طريقة عزل أو استخلاص الجلايكوسايد زي الطريقة اللي شفناها في استخلاص النبات. منجيب النبات منضيف عليه lead acetate بيساعد على ترسيب بعض المواد مثل التينانز والبروتين والريزن والcoloring matter. فلما يترسبوا هذول المواد نحن ممكن نستخلص الجلايكوسايد ككونسنتريشن عالي، بعدين بنعملها كريستاليزيشن وبنستخلص الجلايكوسيديك المواد اللي بتكون على شكل جلايكوسيديك. هلا رح ننتقل الى تصنيف اخر اللي هو الفينول اند فينيليك جلايكوسايد. اول نوع من انواع الفينول سيمبل فينوليك كومباوند، المركبات اللي بتحتوي على الفينول بتركيبتها البسيطه. The phenolic compound in this group often also possesses alcoholic, aldehydic and carboxylic acid group. ممكن ترتبط فيها جروبات أخرى مثل الكحول مثل الالديهايد أو الكربوكسيليك أسيد. They include derivative، في لها بعض المشتقات. عندنا الكاتيكول هو عبارة عن dihydric phenol، فينول مربوط عليه 2OH زي ما نشوف عندنا بالصورة. في عندنا الفلوروغلوسينول عندنا عبارة عن trihydric phenol زي ما نشوف عندنا الفينول وعليه 3 الكحول او OH. عندنا الايوجينول هو عبارة عن فينوليك فينيل بروبان، هاي تشكيلة او تركيبة الايوجينول عبارة عن فينيل في عليه OH في عليه البروبان. في عندنا الفينيلين هو عبارة عن فينوليك الديهايد and various فينوليك اسيد موجود عليه مثل الساليسيليك والفيروليك and كافييك اسيد. هاي زي ما نشوف عندنا بالصورة الفينيلين فينيل عليه OH وعليه CH2. في عندنا الساليسيليك أسيد عبارة عن سيمبل فينيليك كومباوند. هلا رح ننتقل إلى ما يسمى بالميل فيرن أو فيليكس ماس، هو عبارة عن السراخس. consist of the rhizome front bases and apical bud off.
scientific name للمال فيرن هو عبارة عن دريوبتيروس فيليكس ماس بوليبودييس. دريوبتيروس فيليكس ماس بوليبودييس. الاكتيف كونزيست لهاي النبات هو عبارة عن لوروغلوسينول ديريفاتيف. في عندنا مركب الأوليوريزين اللي لما نعمل له هيدروليسيس بيعطينا تايني سيد، هاي زي ما نشوف عندنا صورة للسراخس. رح ننتقل الآن إلى مركب آخر هو الفينيلا والفينيلين، هاي قرون الفينيلين اللي بنستخرج منها الفينيلا. الآن ريب فروت أوف فينيلا بلانيفوليا أوركيديسة. الأوركيديسة هي العائلة السحلبية. الجلوكوفينيلين إذا نعملنا له هيدروليسيس رح يعطينا تو كونستيتيوانت، جزء منهم شوغر اللي هو الجلوكوز رح يعطينا الفينيلين. استخدامه هو عبارة عن كونفكشنري اند بيرفوميري، عبارة عن عطور، استخدمه في العطور وفي الحلويات. هلا رح ننتقل الى البيبيري ليفز او الاوفا اورسي اللي هي بنسميها عشبة الدب او اللي بنسميها عنب الدب. بيبيري ليفز او الاوفا اورسي الساينتفك نيم الها عبارة عن اركوستافيلوس اوفا اورسي إريكيس. أركوستافيلوس أوفا أورسي إريكيس. بيبري is a small evergreen shrub found in Central and North Europe and North America. بالنسبة لعنب الدب هو عبارة عن شجيرات دائمة الخضرة موجودة في أوروبا الوسطى والشمالية وموجود في North America. Constituent اللي موجودة ضمن البيربيري ليفز هي عبارة عن glycosidic glycosides أربوتين حوالي 6-7% من التانين. التانين هي عبارة عن المواد القابضة. في عندنا الكاتيكول أوريسون كويرسيتين. استخدامات النبات هذا عبارة عن ديوريتيك أند أسترينجنت اللي هي مسؤول عنها التانين مواد قابضة، ديوريتيك مسؤول عنها مادة الأربوتين، أند ديورينج إكسكريشن إت إكزيرت أن أنتيسيبتيك أكشن أوف The urinary tract. هو عبارة عن مطهر قوي للجهاز البولي. هاي زي ما نشوف عندنا الأربوتين إذا عملنا له هيدروليسيز ضمن وجود أسيد أو إيمولسين. إيمولسين هو عبارة عن أنزيم اللي بيكسر عندنا جلايكوسيدك، رح يعطينا هيدروكوينون ورح يعطينا الشجر. هاي الشجر هاي النون شجر أو الإيجلايكون. الأربوتين إذا ضفنا عليه FeCl3 رح يعطينا اللون الأزرق، فهذا كاشف إلى مادة الأربوتين. رح ننتقل إلى الويلو بارك. الويلو بارك اللي هو لحاء الصفصاف، نستخرج منه مادة السليسين اللي نستخدمها في تحضيرة الأسبرين. الويلو بارك فيه له أكثر من scientific name. في عندنا أكثر two type of willow bark عبارة عن Salix fragilis أو Salix borborea سليكيس. سالكس فراجليس سليكيس. سالكس بوربوريا سليكيس. contain mainly سليسين and tannins. tannins في التحضير أو تركيبته الأساسية موجود عندنا السليسين وموجود عندنا التانينز. السليسين هو عبارة عن O hydroxy benzoyl glycoside. preparation of سليسين، تحضير السليسين أول شيء منجيب powder extracted with hot water، نعمل extraction للحاء ضمن الماء الحار، بعد هيك نعمل له filtration من نأخذ تركيز منه عالي concentration منه، منضيف عليه lead acetate اللي هو PBAC، بعد هيك نعمل له filtration. الجزء اللي عملنا له filtration منضيف عليه hydrogen sulfide، نعمل له فلتريشن، بعدين بنضيف عليه NH3، ناخذ كونسنتريشن منه اللي هو عبارة عن السليسين، نستنى لحتى يصير فيه له كريستاليزيشن وبصير عندنا مركب السليسين. بالنسبة للويلو بارك إذا عملنا له هيدروليسيز، هي عندنا السليسين مع الماء بوجود الإنزيم الإيمولسين رح يعطينا سليجينين. احنا اتفقنا انه اي شيء بتهي بجينين هي عبارة عن إيجلايكون، وعندنا الشوغر اللي هو عبارة عن جلوكوز. Properties للسليسين، عندنا السليسين is springly soluble in cold water, very soluble in hot water. فذائبته في الماء بتكون عالية في الماء الحار وقليلة في الماء البارد. Soluble in alcohol and insoluble in ether. بيذوب بالكحول وما بيذوب بالإيثر. Bitter colorless crystal. Melting point إلو 201 سيليزيوس. Its solution is neutral to litmus.
طبعا لتمس هي عبارة عن صبغة عباد الشمس. الكشف عن السلسين، فلما نضيف السلسين مع concentration من ال H2SO4 راح يعطينا bright red color. فلما بالمختبر نعمل هاي التجربة البسيطة بنحصل نعرف انه هاي عبارة عن اسبرين او سلسين. which disappear on the addition of water، لما نضيف في المي راح يختفي عندنا هذا اللون. سلسين on hydrolysis راح يعطينا سالجينين، سالجينين اذا ضفنا عليه FeCl3 راح يعطينا اللون الازرق. هلا راح نجي الى نبته اخرى ضمن السمبل فينوليك كومباوند اللي هي نبته الكماله. بالنسبه لنبته الكماله consists of trichomes and glands separated from the fruit. الجزء المستخدم هو الفروت وبالاخص هي trichomes والجلاند اللي هي عباره عن شعيرات والغدد اللي موجوده في ثمره هاي النبات. الساينتفك نيم اللي هي عباره عن مالوتوس فيليبينينسيس ايوفوربيس، مالوتوس فيليبينينسيس ايوفوربيس. contain fluoroglycinol derivative روتيلرين and isorotilerin، فيها رزن فيها واكس. هاي بالنسبة للcontains. بالنسبة لاستخدامات الكمالة treatment of tap worm particularly in bowl tray، عبارة عن علاج للدودة الشريطية اللي موجودة ضمن الدواجن بشكل خاص. النبات الأخير ضمن السيمبل فينولي كومباوند هو عبارة عن الكابسيكوم أو الفلفل الحار. الاذر نيم له هو عبارة عن تشيليز او ريد بيبر الفلفل الحار. كابسيكوم consists of the dried drip fruit، هي فروت عبارة عن ثمار جافة من الكابسيكوم انم سولانيس، كابسيكوم انم سولانيس العائلة الباذنجانية. consists of capsicum contain capsaicin up to 1.5% ثيامين، a few ascorbic acid 0.1 2.5%، فيها ريد كاروتينويد اللي هو مسؤول عن اللون الأحمر اللي موجود ضمن الفلفل، such as capsanthin and capsorbin and fixed oil 4 to 16%. the pungent principle تقريبا المواد المسؤولة عن الطعم اللاذع بتكون عبارة عن كابسايسين بنسبة 69%، دايهايو كابسايسين 22%، نور داي هايو هايدرو كابسايسين 7%، هومو كابسايسين 1%، وفي عندنا هومو داي هايدرو كابسايسين ايضا 1%. بالنسبة لاستخدام الكابسايسين used as condiment، عبارة عن استخدامات في البهارات، ونستخدمه اتونيك ديسبيبسيا مشان عسر الهضم والفلوتيلنس اللي هي الانتفاخ. بالنسبة لاستخداماته الخارجية هو عبارة عن counter irritant مضاد للتخرج in the form of ointment blaster medicated wool، عبارة عن المراهم والكريمات اللي بنصنعها، فهو بيكون دوره ضمن هاي الكريمات as counter irritant. for the relief of rheumatism بنستخدمه في الريماتيزم، ونستخدمه في اللامباجو. اللامباجو اللي هي عبارة عن ألم أسفل الظهر بنسميه عرق النساء، هاي بنستخدم لها بعض الملصقات او بعض الكريمات اللي بتكون تحتوي على مادة الكابسايسين. كابسايسين كريم ار افيلابل فور ذا ريليف بين اوف اوستيو اريثريتس، عبارة عن الام مفاصل العظام او التهاب العظام. هاي بالنسبة للستركتشر للكابسايسين، خذوا نظرة بسيطة عن الستركتشر. هيك بنكون خلصنا السيمبل فينوليك كومباوند ضمن الجلايكوسايد. هلا رح ننتقل الى التنن. التنن هي عبارة عن المواد الدابغة، المواد اللي بترسب البروتين اللي موجود وبتعمل منه صلابة وبتعمل ورجل. طبعا هاي المواد تستخدم في دباغة الجلود، نستخدمها نحن لما نعمل دباغة للجلود ونحولها الى جلد طبيعي مستخدم في الحياة اليومية، في الألبسة، في كثير من الأمور. طبعا المصدر الرئيسي في هاي المواد هو عبارة عن جوزة العفص اللي نشوفه عندنا بالصورة. هاي الجوزة تحتوي على مواد تنينية بنسبة عالية تصل إلى 70%، فهي تعتبر المصدر الرئيسي للمواد التنينية. بالنسبة للتنن، the term of tannin was first applied by Seguin in 1796. طبعا اللي اكتشف المواد التنينية هي عبارة عن عالم يسمى سيغوين عام 1796. To donate substance present in plant extract which are able to combine with protein of animal hides. طبعا المبدأ لهاي المواد التنينية هي عبارة عن مواد موجودة في مستخلصات النباتات، هاي المواد قادرة على انها تتحد مع البروتينات الموجودة في جلود الحيوانات. طبعا prevent their
putrefaction and convert them into leather. طبعا راح يحول هاي البروتينات الموجودة ضمن الجلود إلى جلود طبيعية مستخدمة في حياتنا اليومية. On this basis, the tannin, a tannin is a substance which is detected qualitatively by tannin test. طبعا نحن لما نكشف عليها qualitative راح نحصل عليها راح نكشف عنها عن طريق اختبار التنين بنسميه جولد بيتر سكين تيست، او ممكن نكشف عليها quantitatively عن طريق adsorption on standard hide powder لما نطبقهم على بودره. This definition excludes similar phenolic substance often present with tannin. طبعا لما هذا التعريف نحن بنعرف انه بعض السيمبل فينوليك كومباوند راح تحتوي على مواد تنينيه such as gallic acid, catechin and chlorogenic acid such substance or of relatively low molecular weight are called pseudotannin. طبعا رح نتعرف على انواع التنين الى في السلايدات القادمه. Most true tannin have molecular weight of from من 1000 الى 5000. طبعا المولكيولر ويت للتنين رح يتراوح ما بين 1000 الى 5000، اقل من هيك رح يكون عندنا يسمى بالبسودوتنين اللي هي عباره عن التنينيات الكاذبه. And many tannin are glycoside, example glucogalin. طبعا هي تتبع الى عائله الجلوكوسايد، او مش عائله الجلوكوسايد، الى تصنيف الجلوكوسايد. في عندنا هاي جلوكوجالين هو عباره عن جزئين، جزء شوجر اللي هو هاي عندنا، وعندنا جزء نون شوجر. في عندنا الجاليك اسيد، هاي شكل الجاليك اسيد. Two main group of tannin are usually recognized. There are hydrolyzable tannin. في عندنا الكوندنسد تنين. عندنا نوعين اساسيات من التنين اللي هن الهايدروزيبل، عندنا الكوندنس. النوع الثالث يسمى بالبسودو تنين. بالنسبة للهايدروزيبل تنين may be hydrolyzed by acid or enzyme such as tannase. طبعا سميناها هايدروليزبل لانه بصير لها هايدروليسز باي الاسيد او عن طريق الانزيم مثل انزيم التنيز. Two main type of hydrolyzable tannin may be recognized derived respectively from gallic acid and ellagic acid. طبعا النوعين من الهايدروليزبل هن الجاليك اسيد والايلاجيك اسيد ومشتقاتهم. They are known as galitannin وإيلاجيتنن. طبعا لأنه مشتقين من الجاليك أسيد سميناهم galitannin، ولأنه التصنيف الثاني مشتق من الإيلاجيك أسيد راح نسميهم إيلاجيتنن. بالنسبة للنوع الثاني اللي هو condensed tannin أو بنسميه برو أنثوسيانايد. هذا كثير مهم. Differ fundamentally from galitannin and إيلاجيتنن by being structurally related to the flavonoid and by lacking sugar in the molecule. طبعا بيختلف بشكل اساس عن النوع الاول اللي هو الهايدروزيبل او النوعين تبعت الجاليتنن والايلاجيتنن بانه الاستراكشر تبعه بيحتوي على فلافونايد وما في عندنا هنا بتركيبه الكوندنس اي شوجر. On treatment with acid or enzyme لما نعمل معالجه الى هاي المواد بالاسيد والانزيم they decomposed into red insoluble compound بنسميهم فلوبافين. لما نعمل معالجة لهم بالأسيد أو بالإنزيم في راح يتحللوا يعطونا red insoluble compound مركبات حمراء غير منحلة بنسميهم فلوبافين. Most condensed tannin are formed by the condensation of two or more molecules. طبعا أغلب المواد اللي تصنف تحت الكوندنسد تنن سميناها كوندنس لأنه هي تتكون من condensation of two or more molecules اللي هي الفلافان 3 oils such as catechin or flavan 3-4 diols such as leucocyanide or mixture of the two. يعني يا بيكون عندنا مركب الفلافان 3 اول مثل الكاتيكين، او بيكون عندنا الفلافان 3-4 او ديولز مثل اليوكوسيانايد، او ميكس من الاثنين سوا. هاي عندنا تركيبة الكاتيكين وهي عندنا تركيبة اليوكوسيانايد. النوع الثالث اللي حكيت لكم عنه اللي هو البسودوتنن هو يصنف كتنن ولكن بيختلف عنهم بعض الاختلافات. الاختلافات انه المولكيولر ويت بيكون اقل من المعتاد في التنن من الترو تنن. And they are not they do not respond to the gold beater skin test. طبعا هي ما راح تخضع الى اختبار الجولد بيتر سكين تيست اللي مكشف عنه بالتنن.
بالنسبة للبروبرتيز اوف تنن بشكل عام، عندنا الخواص العامة للتنن نون كريستالايزابل كومباوند، ما بصير إلها كريستالايزيشن، سوليبل ان ووتر اند فورم كولويدال سوليوشن، طبعا هي بتنحل في الماء وبتعطينا كولويدال سوليوشن، بريسيبيتيت فروم ذير اكويس سوليوشن باي هيفي ميتال، طبعا هي راح يصير لها ترسيب بالهيفي ميتال، مثال عليها الليد اسيتيت اند سولت اوف كبر اند تين. طبعا لما نعمل نضيف على المركبات اللي تحتوي على التنن نضيف عليها هيفي ميتال مثل الليد اسيتيت او سولت اوف كبر الى اخره، راح يصير لها بريسيبيتيشن، فورم بريسيبيتيت وذ سوليوشن اوف ماني الكالويد، راح يصير لها ترسيب بالالكالويد مثل سينكونين، do not give precipitate with aquatinin and berberine. يقلي تنن أن يلاقي تنن لما نضيف عليهم الفيريك سولت راح يعطينا بلو بلاك بريسيبيتيشن، الكوندنس تنن في الفيريك سولت راح يعطينا براون ويش جرين. Identification of test of tannin، طبعا كيف نحن ممكن نكشف عن التنن، عندنا أشهر تيست اللي هو جولد بيتر سكين تيست، عندنا الجيلاتين تيست، عندنا الفينزون تيست، وعندنا تيست فور كلوروجينيك اسيد. بالنسبة لاختبار الجولد بيتر سكين is a membrane prepared from the intestine of the ox، طبعا هو عبارة عن غشاء مستخلص من امعاء الثور، هاي الامعاء تشابه او هذا الغشاء behave similarly to the antennidide، هو يشابه الجلود اللي تحتوي على المواد التنينية. طبعا اول شيء بنعمل له رينز وذ ديستل ووتر، بنعمل له غسول بالديستل ووتر، بنحطه في محلول ضمن يحتوي على اتش سي ال بنسبه 2%، نحط هاي الجلد ضمن هاي المحلول، بعد هيك بنعزله بنشيله بنحطه في محلول في سوليوشن لحتى نختبر هذا السوليوشن، هل هذا السوليوشن يحتوي على مواد تنينيه او لا، بنحطه ضمن هذا السوليوشن لفترة 5 دقائق، بعد هيك بنطلع الجلد بنعمل له ووش بالديستل ووتر، بنرجع بنضيفه على فيروس سولفيت نسبته 1%، بعد هيك بنعزل هذا الجلد وبنشوف شو صار عليه. لما نكشف على هذا الجلد اذا كان في عندنا براون اور بلاك كلر اون ذا سكين، هذا الشيء بيعطينا انه وجود مواد تنينية ضمن هذا السوليوشن اللي احنا عم نختبره، فاذا رح تترسب هاي المواد على جلود او على جلد او الغشاء اللي ماخذينه نحن من الأمعاء الثور، عشان هيك سميناه جولد بيتر سكين، فهو اختبار يتم على جلد من أمعاء الثور. Example of a drug containing the different type of tannin، أمثلة على بعض الأدوية التي تحتوي على أنواع التنن، في عندنا hydrolyzable tannin، في عندنا زي ما حكينا هو عبارة عن نوعين جاليتنن وإلاجيتنن. بالنسبة للجاليتنن في عندنا الروبارب اللي هو نبات الرواند، الجلوفز اللي هو القرنفل، بيربيري ليفز زي ما شفنا قبل هي عنب الدب، التوركش جال اللي هي أهم واحدة اللي هي جوزة العفص، في عندنا التشيستنوت اللي هي عبارة عن الكستنة. هذا السلايد بيجي منه سؤال أو 30، يعني أقل من هيك مستحيل جاي منه هذا السؤال أو 30 اللي هي الأنواع تتبع لمين. بالنوع الثاني اللي هو الإلاجي تنن عبارة عن بوميغرانتا ريند اند بارك اللي هو الرمان القشر واللحاء، في عندنا إيوكاليبتوس ليف اللي هن أوراق الإيوكاليبتوس، وعندنا الأوك بارك اللي هي عبارة عن لحاء البلوط. هاي زي ما نشوف عندنا الجالي تنن، روبارب هذا نبات الرواند، عندنا الكلوفز اللي هي عبارة عن القرنفل، والتوركش جال اللي هي جوزة العفص. الإلاجي تنن زي ما حكينا هو بوميغرانتا ريند اللي هن قشور الرمان، والأوك بارك اللي هي عبارة عن لحاء البلوط. النوع الثاني اللي هو الكوندنس تنن، زي ما حكينا هذاك النوع الأول فيه قسمين. بالنسبة للكوندنس تنن فيه سينكونا بارك لحاء السينكونا، عندنا السينامون بارك اللي هي لحاء القرفة، في عندنا الويلو بارك اللي هو لحاء الصفصاف، عندنا الكوكا سيد والكولا سيد اللي هي الكوكاو والكولا. النوع الأخير اللي هو البسودو تنن، البسودو تنن فيه أكثر من نوع، في عندنا الجاليك أسيد اللي هي موجودة في الروبارب and most material which contain جاليتنن، الجاليك أسيد موجود في نبات الروبارب وأغلب المواد اللي تحتوي على الجاليتنن، الكاتيكين موجود في نبات الكاتيكو والكوكا and many other drug contains condensed tannin، بيتبع إلى الكوندنس تنن، الكلوروجينيك اسيد موجود بالمتة، موجود بالكافي، المتة هاي اللي موجودة مشهورة اكثر شيء في سوريا بيشربوها بيضيفوا عليها مي سخنة وبيشربوها.
الكوفي عبارة عن قهوة معروف. بالنسبة للنوع الأخير اللي هو إيبيكوكونيك أسيد، موجود في عندنا في نبات يسمى عرق الذهب إيبيكوكينا. الاستخدامات بشكل عام للمواد التنينية زي ما بنعرف هي أسترينيجنت، مواد قابضة تستخدم في علاج البورنز الحروق، وهي عبارة عن أنتيدوت in case of alkaloidal of or heavy metal salt poisoning. طبعا هي مستخدم مضاد سمية لما الإنسان يصير في له تسمم بالألكالويد أو بالمعادن الثقيلة. مستخدم عندنا مواد تحتوي على مواد تنينية in the laboratory as reagent for detection of gelatin, protein and alkaloid. باللاب نحن نستخدمه كالكشف عن الجيلاتين والبروتين والألكالويد. راح نبدأ بأهم وجزء المصدر الأساسي للتنين اللي هو الجالز، أو بنسميه تانيك أسيد، أو بنسميه توركش جال أو جالة، لها أكثر من اسم، اللي هي جوزة العفص. Are vegetable growth on the young twigs of the dire oak. بالنسبة لهاي الجوزة تنمو على الأغصان اليافعة من نبات البلوط. Scientific name إلها Quercus infectoria fagaceae. Quercus infectoria fagaceae. As a result of the deposition of the egg of the gall wasp of Adelaria galactinctoria. أدليريا جاليتينكتوريا. طبعا هاي الجوزة بتنتج انه في عندنا نبتة، في عندنا حشرة تسمى هاي الحشرة أدليريا جاليتينكتوريا. راح تضع هذه البيوض، هاي الحشرة بيوضها على الأغصان لنبات البلوط، راح تعمل زي بيت إلها، بتحوط في البيوض، وهاي البيوض راح المحاوطة لهاي البيوض راح تكون هي عبارة عن جوزة العفص، راح تحتوي كمية كبيرة جدا من التنين. بنلاحظ انه الجوزة فيها ثقب او ثقبين، هاي المكان اللي تخرج منه الحشرة بعد ما تفقس هاي البيوض. راح تحتوي على نسبة 50 إلى 70% من التنين. نشوف بنلاحظ انه هي المصدر الرئيسي للتنين، تحتوي على نسبة كبيرة من التنين. التنين اللي موجود فيها عبارة عن جالوتونيك اسيد، جاليك اسيد، إيلاجيك اسيد، سيترستيرول، سيرجينيك اسيد الى اخره. استخدام الجالز are used in source of tannin acid، هو مصدر للتنين اسيد، for tanning and dyeing، من أجل الدباغة والصباغة، and in the manufacture of inks، في صناعة أو تصنيع الحبر. بالنسبة للتانيك أسيد is used as astringent and styptic، زي ما حكينا أنه هي عبارة عن مواد قابضة. النوع الآخر من المواد التنينية اللي هو الهماملس، الهماملس ليف، اللي هي أوراق نبات الهماملس، بنسميها witch hazel leaf، اسم ثاني إلها. consist of dried leaves of، طبعا الجزء المستخدم هي عبارة عن أوراق، أوراق مين؟ الهماملس. الscientific name إلها هماملس فيرجينيانا هماملديس، هماملس فيرجينيانا هماملديس. هي عبارة عن sharp or small tree، هي عبارة عن أعشاب شجيرات، عفوا sharp شجيرات أو أشجار صغيرة من 2 إلى 5 متر ارتفاعها بيكون، which is widely distributed in Canada and the USA، موجودة عند هاي النبتة في كندا وفي أمريكا. الكونستيتيوانت إلها هي عبارة عن جاليتنين وإلاجيتنين، وفيها free gallic acid، وفي عندنا برانثوسيانايد. برانثوسيانايد هي عبارة عن النوع الثاني من التنين اللي هو الكوندنس تنين زي ما شفنا. في عندنا بيتر برينسيبل اللي هي مواد تعطي طعم مر. بالنسبة لاستخدام الهماملس يستخدم في أسترينجنت وهيموستاتيك في المواد القابضة والتوازن. الراتيني اللي هي عبارة عن مواد نبات الراتيني consist of dried root، الجزء المستخدم منها هي الروت الجذور. الساينتفك نيم إلها كراميريا تريندرا كراماريسا. هي عبارة عن small sharp تصل إلى 1 متر بالطول، شجيرة صغيرة. constituent إلها فيها فلوبافين اللي هو عبارة عن كراماريا ريد، فيها ستارتش، فيها كالسيوم أوكسيليت، فيها تو بنزوفوران ديريفاتيف، فيها راتينوفينول 1 and 2 used in sun protection preparation، المستحضرات اللي نستخدمها للوقاية من الشمس تكون تحتوي على هاي المواد. طبعا الاستخدام كل المواد التنينية تستخدم كأسترينيجنت، بالإضافة إلى عندنا الراتين هي عبارة عن أنتي مايكروبيال من أجل
الماوث اند ثروت انفكشن في حالة التهاب المجاري التنفسية العلوية والفم. النوع الاخر اللي هو بوميجرانتا ريند اللي هي قشور الرمان. consist of the dried precarb of the fruit of bonica grantum bonicase. bonica grantum bonicase طبعا هي عبارة عن الثمار من الرمان. scientific name لها مرة اخرى bonica grantum bonicase راح يحتوي على التنينز بحوالي 28%، بالاخص نوع إلاجيتنن، وفيها colouring matter طبعا تستخدم في الصباغة. it's very astringent، مواد قابضة بشكل قوي. النوع الآخر اللي هو الكاتيكو. الكاتيكو هو اسمه جامبر أو بال كاتيكو. is dried aqueous extract prepared from the leaf and young twigs، طبعا الجزء المستخدم هو الأوراق والأغصان اليافعة. of climbing sharp، هي عبارة عن شجيرات. الساينتفك نيم إلها أنكاريا جامبر روبيس. أنكاريا جامبر روبيس راح تحتوي على 7 إلى 33% من الكاتيكين، من 22 إلى 50% من الكاتيكونيك أسيد. راح تحتوي على الكاتيكوريد كويرسيتين أند جامبر فلوريسينز. يوز الكاتيكو يستخدم في الميديسين أز أسترينجين، استخداماته الطبية كمواد قابضة. هيك بنكون خلصنا التنين. راح ننتقل للنوع الثالث اللي هو الكومارين. الكومارين من الجلايكوسايد، هو عبارة عن مواد تستخدم كمواد مميعة للدم في الأدوية المميعة للدم. راح نشوف فيها عدة مواد تتبع إلى الكومارين. derivative of benzo o a byron، مستخلص هاي المواد من مركب البنزو a byron الفا بايرون. بعض هاي المواد امبليفيرون، هيرنارين، اسكوليتين، سكوبالاتين وفراكسين. هاي بعض المواد الكومارينيه. ان امونيكال سوليوشن، لما نحط هاي المواد ضمن امونيكال سوليوشن، ذيس كومباوند هاف بلو جرين اور فولاتايل فلوريسنس، راح تعطي لون ازرق او ازرق مخضر مشع بيكون، او فيولت فلوريسنس مشع. هاي عندنا بعض المواد التنينيه، عفوا الكومارين. عندنا الاسكولين. الاسكولين لما نعمله هيدروليسيز رح يعطينا اسكوليتين. طبعا هذا الاسم اجانا بالامتحان انه هذا لاي مركب يتبع، طبعا كان الحل هو اسكوليتين، وللاسف انا خربطت فيه لاني ما كنت حافظ المركبات فحطيته فراكسيتين. انا كنت عارف انه واحد منهم بس ما حالفني الحظ، فركزوا على اسماء المركبات. في عندنا الفراكسين لما يصير له هيدروليسيز رح يعطينا فراكسيتين. النوع اللي يستخدم كومارين عندنا التونكو سيد اللي هو بذور التونكو. تونكو سيد أو تونكوين بينز، نسميها تونكوين بينز اسم آخر. آر درايد سيد، الجزء المستخدم هو البذور. الساينتفك نيم إلها، في عندنا نبات أول يسمى دايبتيركس أودوراتا لجومينيسا، مرت معنا لجومينيسا اللي هي عائلة البقولية. في عندنا scientific name لأذر بلانت يسمى دايبتيركس اوبيزيتفوليا اوبيزيتفوليا ليجومينيس. دايبتيركس اوبيزيتفوليا ليجومينيس راح تحتوي من 1 إلى 3% من الكومارين، زي ما حكينا هي عبارة عن مواد كومارينية. 25% فات ولارج amount of starch، فيها نسبة كبيرة من الستارت. بالنسبة لاستخدامها تستخدم في التوباكو مانيفاكتشر، صناعة التبغ، and beer formery في العطورات. طبعا لهون يكون نحن مادة الفيرست، راح نوقف هون، راح يكون ملف اخر او فيديو اخر في شرح لمادة السكند.